على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. مالا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار على الحياة فام في سانتي 5.0، صحتك بالدنيا. رجل حياة فم إذاعة القيرة، وإن صحة أهلا وسهلا بكل ما التحق بنا في الاستماع على البوند فم 93 وين ما يوصلكم صوتنا. نذكركم أنتم في الاستماع على سونتي 5.0 كل المعلومات اللي تهم الصحة متاعكم. الناس الكل اللي برانشي على 93 آخر الأخبار على الصحة الوطنية العالمية والجهوية على مستوى الصحة والصحة بمفهومها الشامل. ديما كي نحكيه لكم على الصحة سينو بيان سور مختلف الدراسات العلمية، نحاولوا نحولكم زيدا المفاهيم. وإذا كان فما تظاهرات صحية نحاول نسلطوا الضوء عليها. سينو كيف العادة في ساعتنا الثانية ناخذ معنا أهل الاختصاص. ليس الطب سلعة وليس النجاح مالا وشهرة، الطب هو أن أمنح الصحة لكل من يحتاج الصحة بلا قيود ولا شروط، والنجاح هو أن أمنح ما عندي للآخرين، مقولة نوال السعداوي. وتوت سويت سمغ سمغ. أخبارنا لليوم على المستوى الصحي بداية بجدر القرود اللي خذي صدي كبير من بين الأخبار اللي تصدرت مختلف الصحف الوطنية المحلية والعالمية، سينو بيان سور مختلف المقالات في المنابر الأعلامية كيف كيف الحديث على جدر القرود. محجوب العوني يقول دراسة فكرة اعتماد التلقيح المضاد للجدر الإنساني لتطعيم المخالطين المصابين بجدر القردة، فما إمكانية لهذا؟ تنعرفوا أكثر تفاصيل سينو نمشي بكم لولاية القاسرين. تدعم المستشفى الجهوي بتجهيزات طبية مختلفة، وبن خليل ارتفاع نسبة الملقحين ضد كورونا ينجم يحسن جميع مؤشرات الوضع الوبائي في تونس. زاد عودة على العاطلون منذ 14 سنة، كنا تحدثنا على أعوان الصحة العمومية خرجوا شعبة مساعدي الصحة بصفاقس زاد يطالبون بالانتداب، وكنا في الأسبوع الفارط مررنا الاحتجاج اللي قاموا به قدام الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان مساعدي الصحة في ولاية القيروان. والوقفات الاحتجاجية قاعدة تتواصل بالنسبة لخريجي شعبة مساعدي الصحة. سينو مش نرجع بكم بأكثر تفاصيل. البارح كنا قلنا لكم اللي التدخين يكلف الدولة أكثر من 2 مليار دولار بالنسبة سنويا، لكن الأطباء كانوا عقبوا على البلاغ متاع وزارة الصحة في خصوص الموضوع هذا كونه يكلف 2 مليار دينار، وقالوا الكلفة العلاجية للأمراض المرتبطة بالتدخين أعلى من تقديرات وزارة الصحة. نرجع معكم بأكثر تفاصيل سينو في ساعتنا الثانية. اليوم مش نحكي مع دكتور رضوان الصدفي أخصائي أمراض المعدة والجهاز الهضمي، مواصلين في موضوع الحصة الفارطة اللي كنا تحدثنا لكم على القولون العصبي وإلا ما يعرف بالمسرانة الخشينة بلغتنا العامية، باش نحاولوا نعطيكم كون عطينيكم الأعراض. سينو مش نحاولوا نعطيكم كيفاش طرق العلاج وخاصة طرق الوقاية، خاطر ديما يقعد نمط عيش سليم هو اللي يساهم في حمايتك من القولون العصبية وما يعرف بالمسرانة الخشينة. تليفوناتكم على 70 035 120 وإلا 77 288 289. هذه هي البوند فم 93. مرحبا بنوفل الشرطاني في الإخراج التقني الحساسينو، عبير اللي مأمنت لكم الديجيتال، حمزة اللي مأمننا الموسيقى حاضر معنا، ونخرج نبيها كراولي شفتك مرة متعادية، خليكم بغنشي على 93. مرحبا بكم الناس اللي التحقتوا بينا في الاستماع على البوند اف ام 93، نذكركم انتم في الاستماع لي سونتي 5.0. سونتي 5.0 العادة بدايتنا تكون مع مختلف الاخبار على الساحة الوطنية العالمية والجهوية في كوادنف. كوادنف سونتي، شنو جديد في عالم الصحة ومختلف الأخبار والأخبار المتصدرة اللي كيما العادة جدر القرود اللي تقريبا من منظمة الصحة العالمية مختلف البلدان في مختلف أنحاء بلدان العالم من خلال أعراض جدر القرود. احنا مش نحكي لكم على دراسة فكرة اعتماد التلقيح المضاد للجدر الإنساني لتطعيم المخالطين للمصابين بجدر القردة، وين يدرس عدد من الخبراء حول العالم فكرة تطعيم الأشخاص المخالطين للمصابين بجدر القردة بالتلقيح المضاد
الحد للجدري الإلساني للحد من تفشي المرض هذا وفق ما أفاد به المختص في علم الفيروسات محجوب العوني. كان أوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه خبراء حول العالم فسروا الانخفاض الملحوظ في عدد الإصابات بجدري القردة لدى الشريحة العمرية ل 50 سنة فما فوق بالمناعة اللي كان اكتسبتها الفئة هذه المطعمة بالتلقيح المضاد للجدري الإنساني اللي كان إجباري قبل ثمانينات القرن الماضي. الأمر اللي خليهم يرشحوا أنه تطعيم الأشخاص المخالطين للمصابين بجدري القردة بالتلقيح المذكور من شأنه كونه يحد من انتشار المرض هذا. كان الفت العوني اللي فما زوز سلالات من الفيروس هذا تم اكتشافهم، واحدة كانت سنة 1958 عند القردة تستوطن السلالة الأولى إفريقيا الوسطى الغربي والغربية، فيما تستوطن السلالة الثانية وهي أكثر شراسة حوض الكونغو الديمقراطية، مشير إلى أن السلالة الأولى تنجم تؤدي إلى لا قدر الله الوفاة لدى الأشخاص اللي عانيوا من أمراض مزمنة بنسبة 1%، فيما ترتفع النسبة هذه إلى حدود 10% بالنسبة للسلالة الثانية. كان تم في حدود اليوم إلى حدود يوم أمس اكتشاف 177 إصابة بجدري القردة ب 18 دولة دون اعتبار عدد الإصابات اللي ما زالت تحت الدرس والإصابات المتواجدة في الدول المواطنة للفيروس هذا حسب محجوب العوني، اللي كان ذكر بأنه إلى حد هذه اللحظة والحمد لله ما تمش تسجيل حتى حالة في تونس. كان شدد على أنه الالتزام والحذر والتقيد بالإجراءات الوقائية هكيك لضمان عدم انتشار الوباء هذا في تونس يعتبر أمر حتمي لا مجال إليه. مفيد بأن المرض هذا ينجم ينتقل عبر اللمس اللي كنا تحدثنا عليها في وقت سابق، وإلا عبر جميع السوائل البيولوجية اللي نجم يفرزها الجسم الإنسان كما اللعاب وإلا السائل المنوي وإلا غيرها من السوائل البيولوجية هذه. يعني المصاب من المرض من عدة أعراض تنجم تتمثل في ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى ما فوق 38 درجة، ينجم يعاني من وجيعة رأس، ألم في العضلات، إرهاق، تضخم العقد اللمفاوية في مرحلة أولى، ومن ثم بعد مرور ما بين 6 و15 يوم من تلقي العدوى ينجم يظهر طفح جلدي على الوجه وهكيك ينتشر على كامل الجسم. في نفس الإطار ذكر العوني للمرض هذا يظهر بالخصوص عند القردة والقوارض والجردان اللي تنجم تنتقل من الحيوان إلى الإنسان ومن ثم من الإنسان إلى إنسان آخر، الأمر اللي يخلي بعض الدول المعنية تعتمد على عزل المرضى المصابين على الأقل مدة 3 أسابيع لين ينقضي نمرض عليهم. إن شاء الله ربي يحمي الجميع. بالنسبة هذا لأخبارنا الأولاني، سينو في أخبارنا الثاني ميسير نمشي الأخبار هكا تنجم وتفرح شوية. في تونس ارتفاع نسبة الملقحين ضد كورونا مكن من تحسين جميع مؤشرات الوضع الوبائي في تونس، وقت اللي أكدت الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا جليلة بن خليل أن ارتفاع التغطية بالتلقيح ضد كورونا على المستوى الوطني كانت بلغت تقريبا 70% إلى حد كبير، الشيء اللي ساهم في تحسن جميع مؤشرات الوضع الوبائي في تونس. وكانت قالت أن الاجتماع الدوري للجنة مساء أمس سجل تراجع ملحوظ في عدد الوفيات الناتجة على الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى تراجع عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات. كان زادة بينت في نفس الإطار أن اللجنة قررت المحافظة على نفس إجراءات القبول في المعابر الحدودية بالنسبة للوفدين كلكسوا على تونس من الخارج، وهي كونهم يستظهروا بجواز التلقيح بالنسبة للملقحين وتحليل PCR سلبي وممضاش على تسليمه على الأقل 48 ساعة لغير الملقحين. ديما في ختامهم لي التصاريح متاعهم يشدوا على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة نقعد محافظين على البروتوكول الصحي، منها ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة مع إمكانية التخلي عليها في الأماكن المفتوحة. وكانت اعتبرت أن رغم ارتفاع نسبة الملقحين في تونس فإن الإقبال على تلقي الجرعة الرابعة لتعزيز المناعة مازال إلى حد هذه اللحظة غير كافي، داعية المعنيين بالجرعة هذه كونهم يمشي ويلقحوا اللي هم الأشخاص فوق 50 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة باش يقبلوا على تلقيح ويستكملوا الجرعات متاعهم. كانت هذه كوادنف. كوادنف صوتي.
مازلنا مواصلين معكم في سانتي 5.0. موضوعنا بعد بشوية بنشي بكم الولاية القاسرين تدعيم المستشفى الجهوي بتجهيزات طبية مختلفة مع الحديث على عاطل منذ 14 سنة خارج شعبة مساعدي الصحة بصفاقس يطالبون بالانتداب. مازلنا مواصلين معكم المشوار، مرحبا بالناس اللي تحقق بنا في الاستماع في سانتي 5.0. سانتي 5.0 كيف العادة مختلف الدراسات العلمية فيما يخص الصحة نتاعكم في شيفر سانتي. شيفر سانتي في شيفر سانتي موصلين حديثنا للبارح على التدخين وتكلفته على الدولة 2 مليار دينار سنويا. الأطباء يقولوا الكلفة العلاجية للأمراض المرتبطة بالتدخين أعلى من تقديرات وزارة الصحة، وينأكد أطباء مختصون في معالجة الأمراض الصدرية والتغذية أن الكلفة الحقيقية اللي تنفقها الدولة لمعالجة الأمراض المرتبطة بالتدخين تفوق بكثير الكلفة اللي كانت أعلنتها مؤخرا وزارة الصحة والمتمثلة في نحو 2 مليار دينار سنويا. كان قال الدكتور رضا بن عريف الدكتور في الأمراض الصدرية على هامش مائدة مستديرة نظمتها المنصة الإلكترونية المختصة في الطب ميد بوانتين أن الأضرار المباشرة وغير المباشرة للأمراض المتصلة التدخين عندها تداعيات صحية واقتصادية كبيرة على الدولة. كان أشار لأن معالجة الأمراض المتصلة بالتدخين عندها تداعيات على المريض، عندها تداعيات على الصناديق الاجتماعية وعلى الاقتصاد باعتبار عدد أيام العمل الضائعة. وكانت إدارة الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة أعلنت في بيان لها أن رعاية الأمراض الناتجة على التدخين في الدولة التونسية تعد بحوالي 2 مليار دينار سنويا، أي ما يمثل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي. التدخين حسب بلاغ كانت نشرته إدارة الرعاية الصحية هو من أهم أسباب الأمراض السارية في تونس، تتسبب في أكثر من 1/3 جملة الوفيات وتستهلك أكثر من 1/3 ميزانية العلاج بوزارة الصحة. كان قال دكتور رضا العريف أنه أكثر من 50% من المرضى هما يزورون العيادة الخاصة متاعه هما من فئة المدخنين، وأنه 60% منهم عندهم أمراض مرتبطة بالإدمان على التدخين. كان أفاد بأنه أمراض التدخين تنجم تتطور إلى وتأخذ أشكال خطيرة على غرار الانسداد الرئوي المزمن اللي نجم يرافقه السعال، وإلا كيف اللي نجم يتحول بدوره فيما بعد إلى ضيق في التنفس، ثم ضيق التنفس المزمن، ثم التصلب في الرئتين إلى أن يتحول إلى سرطانات. عافينا وعافيكم الله. من جهته اعتبر الطبيب المختص في التغذية زبير الشاطر أن الأضرار المباشرة وغير المباشرة للأمراض المتصلة بالتدخين تفوق بكثير الرقم اللي كانت أعلنته وزارة الصحة، مرجع ذلك إلى غلاء علاج كلفة الأورام والأمراض المرتبطة بالتدخين فضلا على التداعيات الاقتصادية. وكانوا انتقدوا ما اعتبروهما تراجع في دور الدولة التونسية على مستوى الحملات التحسيسية خاصة لفائدة فئة الشباب والمراهقين، مؤكدا أنه من الصعب إقناع هذه الفئات بالإقلاع عن التدخين إذا كان ما تمش تحسيسهم في الفترات الأولى من التدخين متاحهم. كانوا أكدوا الاتفاق الدولة على الحملات التحسيسية في الوسط المدرسي والجامعي والتكويني من شأنه أنه يخفض الكلفة العلاجية، وهذا اللي تحدثنا فيه في المرة الفارطة اللي قلنا نسبة الأطفال اللي يدخنوا من 13 حتى ل 15 سنة نسبة كبيرة. ذكركم اللي التدخين يتسبب سنويا في وفاة حوالي 13200 حالة إلى ما يمثل 20% من الوفيات في تونس حسب الدراسات الطبية والاقتصادية حول التدخين بحسب ما ذكرته إدارة الرعاية الصحية، وهذه إحصائيات سنة 2019. هذاك علاش نقول لكم سيسو روحكم الناس الكل، خاصة سيسو صغيراتكم، وتكون المراقبة ديما مستمرة وربي يحمي الجميع. وكان هذا شيفر سانتي. شيفر سانتي مازلنا مواصلين معكم المشوار في سانتي 5.0 حتى النص نهار. حديثنا على تدعيم المستشفى الجهوي بتجهيزات طبية مختلفة فيما يخص ولاية القاسرين. سانتي 5.0 الإمدادات الصحية والإعانات اللي نجم يقدمهم في الإطار الصحي تتسويت في زوم سانتي. زوم سانتي في سوم سانتي باش نمشيو بكم لولاية القاسرين وين تم تدعيم المستشفى الجهوي بتجهيزات
طبية مختلفة وقت اللي تسلمت المصالح الصحية بالمستشفى الجهوي بالقصرين أمس 6 أسرة إنعاش مجهزة و7 آلات تنفس اصطناعي تخص قسم الإنعاش والتخدير و8 آلات حقن أوتوماتيكي في شكل هيبة من قبل منظمة الإغاثة الإسلامية وفق منسقة مشاريع بالمنظمة ريم شريانق. وكانت أوضحت في تصريح لوات أن المبادرة هذه تمت بالتنسيق مع وزارة الصحة اللجنة المختصة بجمع التبرعات، وهي تندرج في إطار مشروع مجابهة فيروس كورونا في النسخة الخامسة متاعه اللي يحمل المشروع هذا شعار دعم مستمر لصحة مستدامة، يهدف لمعاضدة مجهودات الدولة التونسية خاصة في مجال تطوير القطاع الصحي ب 14 مستشفى جهوي ب6 ولايات، مبرزا أن الكلفة الجملية للتجهيزات الطبية تناهز 647 ألف دينار، منها 226 ألف دينار كلفة تجهيزات المستشفى الجهوي بالقصرين اللي كانوا تسلموهم يوم أمس. وكانت أضافت إلى أنه بعد تسليم التجهيزات الخاصة بالمستشفى الجهوي بالقصرين تم دراسة حاجية المستشفى والمشاكل المطروحة في مجال البنية التحتية للوحدات الصحية من أجل ضبط مساعدات وتدخلات جديدة لهذا المرفق الصحي، علما وأن المستشفى الجهوي بالقصرين نذكركم اللي هو تدعم سابقا بدفعة من التجهيزات الطبية والمعدات والوسائل للتوقي من وباء كورونا من قبل منظمة الإغاثة الإسلامية. كانت ذكرت المتحدثة بالنسبة المناسبة أن منظمة الإغاثة الإسلامية هي منظمة دولية تخدم على 50 دولة تقريبا، انطلق النشاط متاحة في تونس بصفة رسمية منذ سنة 2012، وبالخصوص تدعم قطاع الصحة والتعليم في تهيئة الوحدات الصحية من جهة. تؤكد زيدا مدير المستشفى الجهوي بالقصرين بشير حاجي على أهمية هذه المبادرة وإلا المبادرات السابقة لمنظمة الإغاثة الإسلامية نظرا لأهميتها، خاصة كي نحكي هنا على القطاع الصحي ونعرفوا القطاع الصحي وشهدنا الأهمية متاعه خاصة في ظل جائحة كورونا وفي ظل النقص المسجل في بعض التجهيزات. وقتها هوك تم توفير على الأقل اللي نجمه يتم به العمل إلى فترة لاحقة، وإحنا نتشجعوا مثل هالمبادرات وإن شاء الله بش يكون عنا بأكثر تفاصيل مع منظمة بالمنظمة هذه. دونك نحكي لكم أكثر على منظمة الإغاثة الإسلامية اللي تساهم في القطاع الصحي بصفة خاصة ونتناول أكثر الإعانات في الأيام القليلة القادمة. كانت هذه زوم سانتي. زوم سانتي مازال مواصلين معكم المشوار في ساعتنا الثانية. ضيفنا دكتور رضوان الصدفي أخصائي أمراض المعدة والجهاز الهضمي، وحديثنا على القولون العصبي وما يعرف بالمسرنة الخشينة. خليكم برونشي على 93.3. على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص، هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديركتمون على وضعياتكم لجميع الاستشارات الطبية، تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 10:30 نهار على الحياة فام في سانتي 5.0. صحتك بالدنيا.